المناخ العالمي يتحسن بشكل مستمر نتيجة الجهود المبذولة لمكافحة التغيير المناخي، صح أم خطأ؟ يعد الذكاء الاصطناعي تهديداً أكبر للوظائف مقارنة بالثروة الصناعية، صح أم خطأ؟ الطاقة المتجددة كافية لتلبية احتياجات الطاقة العالمية في المستقبل القريب، صح أم خطأ؟ زيادة استخدام وسائل النقل العامة يمكن أن تقلل من انبعاثات الكربون بشكل كبير، صح أم خطأ؟ التعليم عبر الإنترنت فعال مثل التعليم التقليدي داخل الفصول الدراسية، صح أم خطأ؟ الأغذية المعدلة وراثياً أكثر أماناً من الأغذية الطبيعية من حيث الصحة، صح أم خطأ؟ نقص المياه العذبة يصبح أكبر مشكلة تواجه العالم في العقود القادمة، صح أم خطأ؟ العولمة أدت إلى تقليل الفجوة الاقتصادية بين الدول الغنية والفقيرة، صح أم خطأ؟ البلاستيك القابل للتحلل الحيوي هو الحل النهائي لأزمة التلوث البلاستيكي، صح أم خطأ؟ العمل من المنزل سيكون النظام السائد بعد جائحة كورونا، صح أم خطأ؟ ياريت يا أصحابنا لو وصلتوا معانا لنهاية الفيديو تقولونا بتتابعونا من أنهي بلد في الكومنتات. بنشكركم على المتابعة.